واحد من اكتر الفيديوهات اللي طلبت مني ان اعملها في الفترة الاخيرة ان ما كانش اكتر فيديو، وهو ايه هي مواصفات اللابتوب المناسبة لبرامج ال 2D وال 3D. اول حاجة لازم تعرفها من ده في الفيديو بتاعنا ان كلمة برامج الجرافيكس هي كلمة كبيرة جدا بتشمل برامج ال 2D وال 3D والمونتاج والموشن جرافيك. ففي الفيديو ده احنا هنتكلم عن مواصفات المناسبة لل 2D وال 3D، مش هنتكلم عن مواصفات البرامج بتاعت المونتاج او برامج الموشن جرافيك، لانهم بيحتاجوا مواصفات تختلف شوية عن برامج ال 2D وال 3D. وبالنسبة لايه المواصفات اللابتوب بالمناسبه بقى للالعاب، فدي هتكون في فيديو رابع. وكده نبقى احنا عملنا اربع فيديوهات، واحد للبرمجه، واحد لل2D وال3D، واحد لبرامج المونتاج والموشن جرافيك، والاخير هيكون للالعاب. لازم برضو تعرف ان برامج ال2D وال3D ما بتجتمعش كلها على مواصفات واحده، يعني ما اقدرش اجي اقول لك اشتري مثلا كور اي 7 جيل سادس يبقى انت كده تمام، او كارت شاشه كذا يبقى انت كده تمام، لا ما اقدرش اديك مواصفات محدده. وده لان برامج ال2D وال3D كل برنامج بيحتاج متطلبات مختلفه عن البرنامج الثاني، وشغلك على كل برنامج بيختلف من حيث المتطلب. فواحد بيجنر لسه بادئ بيتعلم بيعملش غير حاجات بسيطه، غير واحد بروفيشنال، غير واحد انترميديت، فالموضوع بيختلف تماما من حيث نوع شغلك ومن حيث البرنامج اللي انت شغال عليه. وده اللي بيخلي الموضوع صعب جدا ان اديلك مواصفات محدده، غير في البرمجه لما كنت بقول مثلا هكور اي 7 جيل رابع، كور اي 5 جيل سادس، كنت بحاول ادي مواصفات تكون محدده. لكن في البرامج ال 3D وال 2D الموضوع بيكون صعب شويه، فعايزك تركز معايا كويس قوي في كل حاجه هقولها في الفيديو دوت، من غير بقى اي مقدمات كتير. خلينا في الفيديو بتاعنا نبدأ بأول وأهم وأكتر حاجة بتركز عليها لو أنت بتشتري لابتوب البرامج 2D أو 3D، وهي كارت الشاشة. كارت الشاشة هو يعتبر العنصر الأساسي في برامج 2D و 3D، على عكس البرمجة اللي كان الاهتمام الأساسي فيها بيكون بالمعالج، لكن هنا أنت هتهتم أوي أوي بكارت الشاشة. طب يعني دلوقتي كروت الشاشة موديلاتها كتير جدا، أنا هعرف منين أختار أنهي موديل من كارت الشاشة؟ الميزة إن أنت لو بتشتري لابتوب فببساطة أنت مش بتبص على كل موديلات كروت الشاشة اللي نزلت، أنت بتبص على نسخ كروت الشاشه اللي في اللابتوب اللي انت هتشتريه. طبيعي انا بعرف انهي لابتوب انا هشتريه منين، ببساطه هتحدد البادجت اللي معاك، ودي دايما الجمله اللي انا بقولها في كل فيديوهات، حدد البادجت. البادجت اهم حاجه انك تحددها قبل ما تشتري عشان انت عارف هتشتري انهي جهاز، ما يبقاش انت معاك جهاز ب 10000 ورايح تدور على اجهزه ب 30 و 40000، ما انت كده مش هتعرف تشتريها. فدايما حدد قبل ما تشتري البادجت اللي معاك. هنقول مثلا ان انت البادجت اللي معاك 17000، هنا انت بتبدا تدور في لابات الجيل السادس والجيل السابع. بادجت 9000 بتدور في الجيل الرابع. بادجت مثلا حاجات زي ال 30000 او ال 40000 ده في الجيل التاسع والجيل العاشر فيما فوق. فاذا اللابتوب اللي انت هتدور عليه والجيل بتاع المعالج هيعتمد اعتماد اساسي على البادجت اللي معاك. كل لابتوب بينزل منه بقى حوالي 3 او 4 فيرجنات من كروت الشاشه، انت هتبص على الفيرجنات من كروت الشاشه دي اللي في اللابتوب اللي انت هتختاره واللي هتحدده زي ما قلت على حسب البادجت اللي معاك. فمثلا لو انت البادجت اللي معاك هتكون مثلا 8000 او 9000، هنا انت هتجيب جهاز زي الدل بريسيشن ام 4800 او 6800 واللي بيكونوا معالجاتهم من الجيل الرابع، وكروت الشاشه اللي بتنزل فيهم معروفه، كروت الكي 2100 ام 2 جيجا او الكي 300 وصولا لحد الكي 500 اللي هم ال 4 جيجا او ال 8 جيجا. في شغل ال 3D لازم تهتم قوي بحجم الفي رام بتاع كارت الشاشه، يعني كل ما حجم كارت الشاشه او المساحه بتاعته زادت كل ما الاداء بتاعك اتحسن، وكل ما انت معليت من الشغل بتاعك الكارت هيستحمل معاك اكتر. فاذا وانت بتختار نسخه كارت الشاشه اللي في اللابتوب تحاول ان انت تختار النسخه الاكبر من حيث الفي رام. طبعا كل ما كانت النسخه الاكبر من حيث الفي رام هيكون السعر بتاعها اغلى، وطبعا هيكون الاداء بتاعها اعلى من النسخ اللي قبل كده. فلو مثلا هتجيب حاجه زي الام 6800 هتحاول ان انت تجيب نسخ الكارت الشاشه اللي هي الكي 500 ام 8 جيجا. لو هتجيب مثلا حاجه زي ال 7720 هتحاول انك تجيب البي 4000 او البي 5000 اللي هم ال 8 جيجا وال 16 جيجا. طبيعي عليها ده معناه ان كروت ال 4 جيجا وال 6 جيجا مثلا مش هيشغلوا لي البرامج بتاعتي، لا هيشتغل، بس كل ما عليت بالمساحه وكل ما عليت بالكارت كل ما خدت فرق اداء ملحوظ جدا عن النسخ اللي قبل كده. فلو انت البادجت تسمح اعلى بكارت الشاشه، لو البادجت ما تسمحش هتقل في كارت الشاشه وتجيب النسخه على حسب البادجت اللي معاك. فاول حاجه من حيث كارت الشاشه هتختار اكبر كارت شاشه من حيث الفي رام على حسب زي ما قلت البادجت اللي معاك. تاني حاجه تركز عليها بعد كده هي المعالج. المعالج بيفرق في برامج 3D اكيد طبعا بيفرق، ولكنه مش العامل الاساسي. كروت الشاشه هي العامل الاساسي في برامج 3D وال2D، المعالج بيكون تاني حاجه بتركز عليها. وهنا ما تروحش تجري ورا الجيل الاعلى وخلاص، هنا انت هتركز اول حاجه انك تحاول تجيب على قد ما تقدر معالج كور اي 7. تاني حاجه الفئه بتاعته ما تقلش عن الام كيو او الاتش او الاتش كيو، اي فئه غير كده انسى. معالجات اليو ومعالجات الجي والكلام ده حتى لو جيل 14 برضه ما تشتريها، ابعد عن المعالجات دي لو شغلك 3D، هتخليك في الاتش او الاتش كيو او الام كيو لو انت هتجيب جيل رابع. تاني حاجه تركز عليها، انت عندك مثلا لابتوب زي الزد بوك اللي معايا هنا بينزل منه حوالي اربع نسخ من المعالجات، هتختار اني واحده فيهم؟ رقم واحد زي ما قلت هتحدد النسخه على حسب البادجت. تاني حاجه هتبص على حسب الانويه والمسارات والتردد بتاع كل نسخه فيهم عشان تعرف تحدد انهي نسخه اعلى من الثانيه. مثلا انت عندك معالج زي ال 10850
ال 10875 ادج، الاثنين الفرق بينهم بسيط؟ لا، الفرق بينهم كبير جدا، والفرق بينهم في السعر برضو بيكون كبير، لان احنا عندنا ال 10850 اتش مثلا بيجي بست انويه، في حين ال 10875 بيجي بثمان انويه، والنواتين الزياده والاربع مسارات الزياده بيفرقوا فرق ضخم جدا في الاداء. اذا وانت بتختار المعالج هتختار اول حاجه الجيل بتاعه على حسب البادجت اللي معاك، ثاني حاجه الجيل ده هيحدد لك انهي موديل من اللابات اللي انت هتجيبها. لما تحدد انهي موديل هتلاقي 3 او 4 نسخ من المعالج، هتحدد افضل نسخه على حسب البادجت وعلى حسب التردد والانويه والمسارات اللي فيها. فما لاقيش حد جاي يقول لي انا مش هجيب المعالج الزيون الجيل السادس مثلا، انا هجيب الكور اي 7، اصل الكور اي 7 افضل. لا، انت تروح تجيب الزيون، لان الزيون هيكون افضل في التردد، وفي الغالب بيديك نفس عدد الانويه ونفس عدد المسارات، بل في الاجيال الاعلى بيديك كمان انويه ومسارات اعلى مع تردد كمان اعلى. فلما تلاقي معالجات زي الزيون، لا هتجيب معالجات الزيون طالما نفس الجيل. هل ده معناه ان معالجات كور اي 7 وحشه؟ لا، بس لو قدامك الاثنين هتختار الزيون. الفروقات ما بينهم ما بتبقاش ضخمه، بس الناس اللي دايما بتحاول تتفادى الزيون اعرف انك بتعمل غلطه كبيره. طالما الاثنين في نفس الجيل هتخليك في المعالج الزيون، هيديك اداء افضل في البرامج بتاعتك. طب دلوقتي علي، ايه الحاجات المواصفات اللي انا محتاج ادور عليها مثلا على حسب الشغل بتاعي؟ انت عندك الشغل بتاعك 3 حاجات، يا اما انت شغل بيجنرز او انترميديت او بروفيشنال. لو انت شغل اللي هو بيجنر لسه بتتعلم البرنامج، مش محتاج انك تجيب جيل سابع ولا ثامن، حاجه زي الجيل الرابع مثلا تمام. لو البادجت اللي معاك تسمح انك تجيب اعلى هتجيب اعلى، لو البادجت ما تسمحش الجيل الرابع هيكون كويس. لو انت شغل انترميديت، شغل اللي هو متوسط، حاجه مثلا بدات تشتغل في شركه او كده، مش لسه متعلم بس برضه مش شغل اللي هو كبير، شغل اللي هي حاجات مثلا متوسطه بترندر سينز مثلا، بيكون مدتها حوالي دقيقتين او 3 دقائق، ما فيهاش تفاصيل كتير، ساعتها هتحاول انك تجيب حاجه جيل سادس او سابع، حاجه مثلا زي الدليفري سيشن 7710 او 7720، الزد بوك 17 جي 3 او جي 4، الحاجات دي تعتبر كويسه جدا للانترميديت. لو انت بقى شغل بروفيشنال بتعمل مثلا سينز ضخمه لالعاب مثلا ولا حاجات اللي هي تقيله، ساعتها انت هتحتاج انك تطلع للجيل الثامن والتاسع، وطبعا لو عرفت تزود عن كده بيكون احسن. وزي ما قلت، لما بتختار الجهاز وبتختار المعالج هتلاقي في كل جهاز في حوالي 4 نسخ من كارت الشاشه، بتشوف البادجت اللي معاك تسمح انك تجيب ايه احسن نسخه من كارت الشاشه فيهم وتختار كارت الشاشه الاعلى. طب يعني لو انا قدامي نفس الموديل مثلا جهازين، واحد بيكون اعلى في البروسيسور والتاني اعلى في كارت الشاشه، هختار اني فيهم؟ هتختار الاعلى في كارت الشاشه. مثلا ده كور اي 7 جيل سادس بكارت بي 4000، وده جيل سابع بكارت بي 3000، لا هتختار الجيل السادس اللي بكارت بي 4000، لان ده اللي هيكون احسن للشغل بتاعك. كده احنا عرفنا ان احنا اول حاجه بنحدد البادجت اللي معانا، وعلى اساسها بنشوف الموديلات المتوفره في البادجت دي، بعد كده بنشوف احسن حاجه من حيث كارت الشاشه في الموديل اللي احنا نختاره، تاني حاجه بنبص على افضل نسخه من حيث المعالج. طب بالنسبه للهارد بقى بعد كده، بالنسبه للهاردات اجباري يكون الهارد اس اس دي، ما تفكرش ان انت ترندر او تنزل برنامج حاجات 3 دي او 2 دي على هارد اتش دي دي، هتقابل بطء رهيب. الهاردات الاس اس دي هتفرق معاك جدا في شغلك. طب المساحه بتاعتها تكون كام؟ المساحه حاول ما تقلش عن 256 جيجا، كل ما كان اعلى هيكون افضل بالنسبه لك انك ترندر مشاريع اكبر، لكن ده مش معناه ان السرعه هتكون احسن. يعني المساحه الاكبر ملهاش علاقه بالسرعه؟ اه، المساحه الاكبر ملهاش اي علاقه بالسرعه، هي ليها علاقه بشغلك انت محتاج مساحه قد ايه، حجم المشروع اللي هتخرجه 10 جيجا 20 جيجا 100 جيجا على حسب حجم الشغل بتاعك. يبقى المساحه بتاعت الهارد معتمده عليك انت، لكن السرعه بتاعت الهارد هي اللي تركز عليها، تركز على سرعات الريد وسرعات الرايت. كل ما كانت اعلى كل ما شغلك بقى اسرع والرندر بتاعك بقى اسرع. طب بالنسبه بعد كده للرامات، الرامات ما تقلش عن 16 جيجا، سواء كانت دي دي ار 3 او دي دي ار 4 او دي دي ار 5، ما تقلش عن 16 جيجا. حتى لو كانت دي دي ار 5 ما تروحش تجيب لي دي دي ار 5 8 جيجا، لان بلاقي اجهزه نازله مثلا ب 45000 و 50000 جنيه، حاجات جيل 12 وجيل 13 برامات دي دي ار 5، وتلاقي ان حاطط لك في الجهاز رامات 8 جيجا بس. لا، انت لو هتشتري جهاز زي ده لازم اجباري عليك انك تزود الرامات ل 16 جيجا، حتى لو كان شغلك خفيف. لو انت مهما كان شغلك خفيف قد ايه هتحتاج رامات 16، ما تقللش عن رامات 16 في شغل ال 3 دي وال 2 دي والله. وحتى لو كان برمجه او شغل العاب او مونتاج ولا غيره، كل انواع الشغل تقريبا حاليا ما ينفعش تقل عن 16 جيجا. 8 جيجا دي تجيبها في الاجهزه البيزنس اللي هي مثلا اخرك بتفتح وورد واكسل او بتفتح افلام، لكن غير كده اول ما هتدخل على حاجات هتستخدم جامد من المعالج او كارت الشاشه زي الالعاب او برامج ال 2 دي مثلا او 3 دي او مونتاج او برمجه او غيرها، كل ده بيحتاج رامات من 16 جيجا فيما فوق. بتزود على حسب ايه؟ على حسب شغلك وعلى حسب البادجت اللي معاك. ما يبقاش انت شغلك 16 جيجا كافي وتروح تجيب 32 جيجا، فحدد دايما البادجت اللي معاك ونوعيه شغلك هتحتاج رامات قد ايه. نصيحتي ليك، ابدا دايما بالرامات ال 16، ما تعلاش قوي في الرامات في البدايه، ابدا برامات 16 وشوف انت هتحتاج بعد كده رامات قد ايه. لما بتيجي تشتغل مثلا على البرنامج بتاعك لقيت ان هو مستهلك 14 15 جيجا ومحتاج ان انت تزود في الرامات عشان يديك اداء احسن، هتزود. لقيت ان انت شغلك مش بيستهلك غير 4 5 جيجا، يبقى انت 16 هتكون كافيه بالنسبه لك. طبعا كل ما كانت التردد بتاع الرامات اسرع كل ما فرق معاك، فروقاتها ما بتبقاش كبيره بس طبعا بتفرق معاك. طب يا علي،
دي دي ار 3 وال 4 و5 هل في فروقات بينهم؟ اكيد في فروقات طبعا، بس ما بتشغلش دماغك بيها، لان كده كده انت بتحدد دي دي ار 3 او 4 او 5 على حسب الجيل بتاع المعالج، واللي بيتحدد على حسب زي ما قلت البادجت اللي معاك. فما تركزش قوي في حته ال 4 و5 والكلام ده، انت بس ركز ان حجم الرامات ما يقلش عن 16، والفئه بقى بتاعت الرامات دي بتتحدد كده كده على حسب المعالج. اخر حاجه بعد كده بقى في شغل 3 دي وال 2 دي بيكون الشاشه. حجم الشاشه بيكون على حسب استخدامك وعلى حسب تفضيلك الشخصي. انا بالنسبه لي مثلا نظري ما بقاش مستمتع قوي او ما بعرفش اشتغل كويس لو انا شغال على شاشه صغيره، فبالنسبه لي كل ما الشاشه بقت اكبر كل ما كان احسن. في واحد تاني يقول لك لا انا بالنسبه لي ال 15 و6 او ال 14 انش كمان كافيين وكويس، ساعتها هتجيب حجم الشاشه على حسب تفضيلك الشخصي. لكن تركز بقى بعيدا عن حجم الشاشه، تركز كويس قوي في تغطيه الالوان بتاعت الشاشه. تغطيه الالوان هتفرق معاك جدا في شغلك، عشان ما تبقاش واحد طالب منك مثلا بروجكت، البروجكت ده انت عايز تعمل فيه هنقول حيطه مثلا باللون الازرق، تيجي تطلعها تلاقي ان هي طالعه مترندره في الاخر على شاشه بروفيشنال مثلا طالعه باللون بنفسجي او لون لبني. يبقى انت لازم تختار شاشه تكون تغطيه الالوان بتاعتها كويسه عشان تعرف تشوف الالوان بطريقه صح وانت شغال على بروجكت، فبالتالي لما ترندره وتبعته مثلا للعميل، العميل ما يجيش يقول لك لا الالوان عندي متغيره عن الالوان اللي عندك، او مش دي الالوان مثلا اللي انا كنت طالبها. كده انت تكون حددت الخمس مواصفات الاساسيين للشغل بتاعك. طب عشان الخص عليك الفيديو ده كله بقى، انت كل اللي هتحتاج تعمله عباره عن ايه؟ اول حاجه بتحدد البادجت اللي معاك، وبتحدد معاها نوعيه الشغل، لان برضه ممكن تكون انت نوعيه شغلك مثلا عاليه جدا محتاج جهاز يشغلك حاجه بروفيشنال، بس انت البادجت قليله، مش عشان البادجت قليله تشتري جهاز قليل وخلاص وتشتغل على حاجات بطيئه. هتحاول ان انت تعلى بالبادجت، تستنى شويه مثلا تجمع فلوس اكتر بحيث ان انت تجيب جهاز يشتغل معاك كويس، عشان ما تروحش تجيب جهاز على حسب البادجت اللي معاك دلوقتي وخلاص وفي الاخر تندم وتيجي تضطر تبيعه مثلا، لان انت بتخسر فيه وانت بتبيعه وهكذا. فاذا اول حاجه انت بتحدد البادجت وبتحدد نوعيه الشغل اللي انت هتشتغله ونوعيه البرامج. في برامج مثلا ما بتستهلكش كتير، حاجات زي فوتوشوب والستريتور ما بيحتاجوش امكانيات عاليه قوي، الجيل الرابع بيكون كويس جدا ليهم. في برامج ثانيه زي بلندر مثلا الشغل المتوسط فيه بيحتاج حاجات زي جيل سادس او سابع، وكل ما عليه كل ما كان احسن. برامج ثانيه زي لومينوس ده تعتبر برامج تقيله جدا وبتحتاج حاجات من اول الجيل التاسع فيما فوق، وكل ما عليه بكارت شاشه زي ما قلت كل ما كان احسن. فاذا انت بتحدد اول حاجه البادجت اللي معاك ونوعيه استخدامك وشغلك، ثاني حاجه بتحدد بعد كده الموديل اللي انت هتختاره في البادجت دي، بتشوف احسن نسخه منه من حيث كارت الشاشه، بعدها احسن نسخه من حيث المعالج، بتركز على الكارت بعد كده المعالج. اخترت الموديل واخترت المعالج وكارت الشاشه، بتيجي للهارد والرامات، دول بقى بتعدلهم زي ما انت عايز. حتى لو انت اشتريت الجهاز بهارد ورامات قليلين، سهل جدا في اي لاب دلوقتي انك تعدل الهارد والرامات ببساطه، حتى لو من البيت، لو طلبتهم اونلاين مثلا ومن البيت بيكون سهل جدا انك تغير الهارد والرامات بتوع اي جهاز في الوقت الحالي. كده بقى احنا نكون خلصنا الفيديو بتاعنا، اتمنى ان الكلام اللي انا قلته ما يلخبطش بعض الناس. لو انت بالنسبه لك في اي نقطه مش فاهمها او عندك اي سؤال اكتبه لي تحت في الكومنتات، وان شاء الله هحاول ارد على كل الكومنتات اللي هتكتب لي. لو عجبك بقى الفيديو ما تنساش اللايك الجميل، تنزل حالا تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده، وتعمل شير للفيديو دوت عشان غيرك يستفيد. كان معاكم علي عيد، سلام عليكم.